بتشد فيها. طيب اذا حتى تضع الحرب اوزارها ذلك، ايش يعني ذلك؟ لاحظوا ذلك كل اللي قلنا لك اياها، وهي اللي بدنا نقول لك اياها، اللي قلنا وبدنا نقول، هذه اللي اجت بين الثنتين، ذلك ولو يشاء، لاحظوا ولو يشاء الله لانتصر منهم. هو القضية لو كان الله، لاحظوا لو الله اللي بده ينتقم ما بنتقم منهم بدون ما يكلفك، بدون ما يكلفك، لأنه بعض الناس كان قال لك يا الله، الله سبحانه وتعالى هو لا يرى الظالمين، لا يرى المجرمين، لا يرى لا يرى لا يرى لا يرى, لا يرى. ايش ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. اذا هو قدرة الخالق بينتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لانه هذه الابتلاءات وتقليب الاحوال، وبده شو بده في النهاية من خلال هذا الكلام الله سبحانه وتعالى. الان الناس اما بتكون ناجحة او مخفقة. قديش في ناس على فكرة تضحي، هي بينت الحرب فرضت عليه، وقف الموقف المناسب وقام بالواجب، ومنهم يستشهد ومنهم يجرح ومنهم فقد ماله ومنهم كذا، ولكنه ما ضعف ولا استكان ولا ذل، ومنهم لا بسقط، بسقط في الجاسوسية، بهرب من أرض المعركة، تفاصيل طويلة. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ايش الحكمة؟ طيب ايش الحكمة؟ انه الله سبحانه وتعالى ينظر الى البشر ليبلو بعضكم ببعض، يعني ابتلاء من الله، الناس بعضها ببعض، هذا من الابتلاءات. ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ثم هذا الابتلاء، وانتم سبق قلنا اذا بتلاحظوا الابتلاء شو فيه معنى؟ معنى التقليب، تقليب الاحوال. وغالبا الامم على فكرة التي تجاهد، الامم التي تجاهد وتنجح في النهاية، لحظة وتنجح في النهاية، تتطور بشكل عجيب على مستوى اخلاقياتها، وعلى مستوى المبادئ، وعلى مستوى علومها، وعلى مستوى نهضتها الحضارية كله. انتوا ادرسوا التاريخ وشوفوا، سوف تجد كثير من الامم نهضت بعد ايش؟ ما قدمت في التضحيات، قدمت في التضحيات وفي القتال وفي تغيرت من كله، تغيرت من كله. ما يظنوش الناس انه هذا بيؤدي الى تراجع، مش صحيح. هيو عندنا تاريخ البشر، تعالوا لاوروبا حتى، مع انه قتالهم كله قتال باطل ومش على اسس، ما تطورت اوروبا التطور الهائل الا بعد الحرب العالمية الاولى والثانية. اليابان والمانيا اللي انهزموا كمان ودمروا، صاروا افضل من غيرهم. كيف طيب بصير هالكلام؟ كيف بصير هالكلام؟ يبدو الناس ما بيعرفوا إيه، ليبلو بعضكم ببعض. طيب هذا الابتلاء والبلو اللي فيه تقليب بيؤدي على فكرة لنقل الناس نقلها الى بعيد عن ماضيهم المتعفن الساكن الراكد الفاسد، بنقلهم. ولذلك اكثر امم تدهشك، اكثر امم بتجدها سريعة في قضية التطور والبناء هي اللي خاضت حروب دمر. ايه ايه نكمل ان شاء الله. ما نعم يا شيخ احمد. طيب اثر